السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس العاشر من سلسلة شرح الأوتوكاد 3D لسان فور مهندس. في هذا الدرس راح نشرح عن الـ 3D Mirror والـ 3D Rotates وشو الفرق بينهم وبين الـ Rotate العادي والـ Mirror العادي. نبلش بالـ 3D Mirror. هاي جسم بدنا نعمل له Mirror. زمان بالتودي كان يطلب منا لاين، وعلى هذا اللاين بيعمل الميرور. هون لا، هون راح يطلب منا بلان. اول اشي طبعا بدنا نضلل الجسم ونكبس انتر، راح يطلب منا البلان. فهذا البلان اما نعبر عنه بثري بوينتس اللي هو محطوط عنه هون الديفولت، او نختار اكس واي بلان، زد واي بلان، اكس واي، اي بلان موجود. هذا هو الفرق، انه راح نختار احنا بلان او ممكن اوبجكت وهي الاشياء مش هالاهميه. المهم عنا هذول الاربع خيارات. نختار مثلا 3 بوينتس. بعد ما نعمل 3 بوينتس بنحط اي ثلاث نقاط تقع على البلان اللي بدنا نعمله ميرور لهذا الجسم. لما ارسم راح توضح شغل اكثر. هاي اخترت ثلاث نقاط راح احتفظ بالجسم القديم زي هيك. شو اللي صار عندي هون؟ خلينا نوضح الشغل اكثر. رح ارسم النقاط اللي انا اخترتها عشان يطلع شغل